السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. في هذا الفيديو سأجيب أو سأريكم طريقة الجيب التي عليها الطلبات اليوم. أول جيب بإذن الله الجيب المخفي أو الداخل للداخل. هنا عملت قطعة كأنها نصف أمام يتركوا من 0 إلى 55، لنقول هو لطفلة في عمر 7 أو 8. كيف أعمل جيب؟ سأشتغل الطول الذي أريد، ولكن دائما أحرص في الصغار على أن يبقى لي تقريبا بين 60 و40 سطر، على بين 60 عفوا بين 60 و40 على حردة الإبط لأعمل الجيب، بينما الكبار بين 80 و100. الآن سأرفع، إما أن أجعله موازي أو بجانب الخياطة، أو أترك 10 غرز. هنا هي 10، وسأشتغله في 30 غرزة أو 35 حسب رغبتي. كذا 10 20، تركت 10 هنا، وهذه 30 التي سأعمل فيها الجيب. ثم رفعت ما تبقى من الغرز، سأعمل انتظار، أمر بالعربة إلى هذه الجهة ثم أرفع هذه 10. إذن سأعمل الجيب هنا. أول شيء سأعمل تلك الحاشية في 30 سطر أو 20 سطر حسب رغبتي. هذه 20 سطر. سأتي إلى أول سطر الذي رفعت فيه هذه الإبر، وأعمل طية هكذا. ها هي، هذه هي حاشية الجيب. يمكنك أن تعملها بلون آخر إذا أردت، مثلا بالأسود، أو حتى يعني يحدد مكان الجيب في التريكو أو في الفستان. الآن سأعمل داخل الجيب، سأشتغل بين في الكبار أشتغل بين 120 و 100 120 و 140، بينما في الصغار 80 سطر أو 90. ودائما هذه الغرز تبقى مرفوعة في الانتظار. سأشتغل 80 سطر. هنا أكملت 80 سطر، طروها. ها هي. الآن سأدفع هذه هكذا للاشتغال، وأمر بالسطر هكذا، ثم هذه التي رفعت في الأخير. هكذا ثم أشتغل الطول الذي أريد، يعني حتى أصل إلى حردة الإبط. مثلا أكمل هنا حوالي 5 سنتيمتر، مثلا هنا أعمل 50 سطر، وسأبدأ الحرد من هنا هكذا وأكمل
اهم شيء عندنا في هذا الفيديو هو طريقة الجيب. سأريكم هذا هو الجيب، يعني كل ما يلزمك هو خياطته من هذا الجانب هنا بغرزة رقيقة جدا، ومن هذا الجانب، ثم من الخلف من هنا ومن هنا. وهكذا أكون قد شرحت الجيب. أتمنى أن يكون الفيديو سهلا عليكم.